بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، نظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بعد ظهر اليوم السباق 11 لهذا الموسم. وأقيم السباق على كأس المرحوم عبد الله أحمد ناس وكؤوس ناس المؤسسة ومدينة الخليج للتنظيف، وكأس جامعة العلوم التطبيقية وكأس مؤسسة بلودن للبيطرة، وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير. كما حضر السباق عدد من أصحاب السمو وممثلو الجهات الراعية للسباق وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل. وتسلم سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة كأسي شركة مدينة الخليج للتنظيف من السيد فوزي عبد الله ناس عضو مجلس إدارة ناس المؤسسة، وذلك بعد فوز الجوادين باتل أوف تالاس وفان هيلن لإسطبل العاديات الذي تعود ملكيته لسموه بالمركز الأول في الشوطين الرابع والخامس للسباق. كما قام فوزي ناس بتقديم كأس المرحوم عبد الله أحمد ناس للخيل العربية إلى المضمر الفائز يوسف طاهر، وكأس الشوط السادس إلى المالك الفائز إبراهيم العفو، وكأس الشوط السابع إلى سمو الشيخ هاشم بن محمد بن سلمان آل خليفة، فيما قدم البروفيسور وهيب الخاجة رئيس أمناء جامعة العلوم التطبيقية كأس الشوط الثاني، كما قدم كأس الشوط الثالث إلى سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى آل خليفة، فيما قدم السيد شوقي الهاشمي الرئيس التنفيذي لشركة ناس المؤسسة كأس الشوط الثامن إلى المضمر الفائز فوزي ناس.